السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحيتي لكم جميعا نحن على المباشر اليوم 24 نوفمبر 2016 الساعة الآن راه عندي بالتوقيت نتاع فرنسا العشرة وستة وعشرين دقيقة مساء حتى باش تعرفوا المباشر حبيت باش ندير تسجيل نحن على الفيسبوك حول الفيلم هذا اللي أذاعت الجزيرة واللي كان العنوان نتاعو خارج النص نتاع الكتاب نتاع الحرب القذرة اللي صاحبه حبيب سويديه هناك بعض المسائل اللي لازم يعرفوها الاخوه والاخوات خاصه من الناس اللي ما عندهمش علم بهذه المسائل ولما انا نتحدث في هذه القضيه مانيش نتحدث من فراغ وانما من خلال معلومات ومن خلال ايضا معرفه بكيفيه انتاج الافلام وإلى غير ذلك من المسائل كاينه بعض المسائل اللي هي تقنيه كاينه بعض المسائل اللي هي فنيه وكاينه بعض المسائل اللي هي سياسيه وهي مرتبطه ببعضها البعض والمواطن الجزائري مع الاسف الشديد يعني الا ما رحم ربي كثير من الناس يروحوا نتيجه نتاع العاطفه وما عندهمش المام ببعض المسائل وبالتالي يتم التضليل نتاعهم من جهه ومن اخرى نحن في هذا التسجيل رايحين نتحدث بعيدا عن التضليل وخدمة للحقيقة ما عندنا حتى غرض واحد آخر بداية هو أنه السؤال الأول اللي نطرحوه حول هذا الدار نتاع الإنتاج اللي هي قامت بإنتاج هذا الفيلم حول الحرب القذرة لانه الجزيره هي اذاعت هذا الفيلم وشراته بطبيعه الحال وشراته بالدراهم ما على بالمبلغ اللي شروه به يعني نقدر نقولوا نقولوا مثلا قال خمسين الف يورو مثلا لأن هذا الدار نتاع الانتاج هي لم تقوم بهذا الفيلم لحب والله سواد عيون سويديه أو غيره وإنما قامت بهذا الفيلم مقابل أخذ الثمن وهذه المسائل معروفة يعني عند الناس اللي على بالهم بهذه الأمور بالتالي من بين هذا الناس اللي راهم هما ساهموا في هذا الفيلم أيضا راهم أخذوا الثمن وفيما بعد شكون هو اللي في الثمن هو المواطن الجزائري حنا إذن لازمنا نعرفوا الدار نتاع الإنتاج هذه شكون هو صاحبها سيما وهي انها تقوم باعمال بين قوسين محترفه بهذا الشكل المفترض هو انه يكون عندها موقع الكتروني دار انتاج في السمع البصري المفترض هو انه يكون عندها موقع الكتروني رانا في 2016 وعلى ابواب 2017 المفترض هو انه يكون فيلم آه هاتف هاتف بريد الكتروني العنوان نتاع الدار الانتاج شكون هو المدير تاعها شحال عدد المستخدمين نتاعها شحال الناس اللي راهم يتعاملوا معاها الجهات اللي راهم يتعاملوا معاها بعض الامور اللي لازم تكون عند الناس ما تكونش تخدم هكذا بشكل آآ آآ فيه شكوك والله فيك كذا والله تكون تخدم بشكل متستر قال راه هي تابعة الجهة ما وهي تبان على أساس أنها راها مستقلة لأنه كاين بعض ربما بعض الشخصيات هذه أمور مهمة جدا حتى باش تعرفوها كاين بعض الشخصيات ربما لو كان تروح ليه جهة معينة قال مثلا تروح ليه الجزيرة على جال باش دير معاه حوار يقول لها لا لا ما نهضر معاك من من جيليك بالتالي هما يروحوا بطريقة غير مباشرة يروحوا له يروحوا ليه من جهة واحدة أخرى اذا هذه المسائل لازمنا نعرفوها فيما بعد على جل باش نفهموا خلفيات نتاع هذا الفيلم وتداول وين راهو رايح إذن الدار نتاع الانتاج ما مع معلومات شلي اللي على به من خلال الشي اللي هما نشروه في نهايه هذا الفيلم انه بعض الناس اللي قاموا بهذا العمل هما جزائريين راهم يخدموا منهم اللي راهو يخدم في القناه نتاع المغاربيه وفيهم ناس يخدموا في الجزائر ظهرت هذه فضيلة مختار اللي يخدم في الشروق وكان كان فيه فريق نتاع عمل في الجزائر اللي هو اشرف على هذاك الحوار اللي داروه مع هذا الجنرال هذا مجاهد وشكون الاخر ومحي الدين عميمور وهذاك الصحفي هذاك سعد بوعقبه وفيه فريق واحد اخر في فرنسا اللي هو قام بالاتصال بهذاك جون باتيست هذاك نتاع اللي يخدم في كانال بلس واش اسمه فرانسوا جاز صاحب الدار نتاع النشر نتاع الكتاب بالاضافه الى حبيب سويديه والنوار وسعد سعد على بالكم باللي راهو موجود في بريطانيا بالتالي هو راهو على مقربه من هذا الدار نتاع الانتاج إذن فيه بعض المسائل اللي لازمنا نعرفوها حول الدار نتاع الانتاج السؤال الثاني هل ترى هذ الناس اللي قاموا بهذا العمل هما محايدين ونقدروا نعرفوا هذا اذا كانوا هما راهم محايدين من خلال المحتوى نتاع هذا الفيلم شكون هما الناس اللي جابوهم في هذا الفيلم اللي كان العنوان نتاعو هو خارج النص خارج النص بمعنى خارج النص نتاع الكتاب يعني اشياء تقال خارج النص شكون هما هاد الناس اللي جابوهم جابوا فريق يدافع على الجيش ويدافع على هذيك على الناس اللي هما راهم قاموا بالانقلاب سواء كانوا بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره لانه فيه ناس اللي هما يلعبوا في دور نتاع المعارضه ويبينوهم على جلب باش ما يعطيو نوع من المصداقيه للكلام كلامتهم خاطر عارفين باللي شعب راهو داير طلاق معهم وفي المقابل شكون جابوا الناس اللي هما يساندوا حبيب سويديه جابوا هذا الصحفي الفرنسي اللي يخدم في, في كانال بلس بالاضافه الى صاحب تاع الدار النشر هذا اللي هو فرنسي زوج فرنسيين مقابل زوج ضباط من الجيش في الجزائر وجابوا حبيب اه سعد جبار كانه انسان محايد ولكن هما ما جابوهش هكذاك جابوه على اساس كانه هو بكون هو انه محامي كانه يدافع على الناس الاخرين لكن الغائب شكون هو الغائب هم الضحايا ضحايا غائبين سؤال لماذا هل تري تم التغييب نتاع الضحايا بشكل متعمد حتى باش يخدمهم هذا الفيلم أو تم تغييبهم عمدا من أجل تحريف الوعي ومن أجل التضليل سؤال ماذا بينا على جال باش يجاوبونا عليه هذا الناس هذو اللي قاموا باعداد هذا الفيلم والتصوير تاعو والانتاج نتاعو والبيع نتاعو الى غير ذلك الشيء اللي شفته من خلال هذا الفيلم هو انه الفيلم لم يكن بشكل منهجي بحيث هو انه لما بدا وبامكانكم تعودوا تراجعوا الكلام هذا بعد ما تسمعوا الكلام تاعي الفيلم لم يكن منهجي بحيث هو انه لما بدا جابوا ذاك حبيب السويديه ومباشره جابو النوار على جلب باش هما يهيئوه فيما بعد لو رايح يقول هذا النوار على حبيب السويديه بالاضافه الى انه الكتاب هذا اللي داروا حبيب السويديه هو دارو قبل ما يديروا هذا نتاع المصالحه في 2005 لكن يوحى من خلال هذا الكلام أن هذا الكتاب صدر بعد ما داروا المصالحة وهذا تضليل للرأي العام لأن القانون هذاك اللي داروه في سنة 1999 العام والخاص على بالهم بلي هذاك القانون داروه على جل يعطيه نوع من الشرعية البوتفليقة لأنه هو دخل الحكم في ظل انسحاب ست مرشحين رانا عشنا هذيك المرحله ما يجيش واحد يعني يقدر يبروطنا إذن الفيلم لم يكن منهجي وزاد ايضا اثار الكثير من الغموض وكثير من التساؤلات والضحايا كانوا غايبين فيما الناس اللي هما كانوا مشاركين في القتل كانوا حاضرين وتم اقحام ناس في هذا الموضوع مثل هذا النوار كان الهدف نتاعو هو واحد يعني طعن في حبيب سويديه لما يجيبوه على جل باش يقول بلي راهو كان معاه في السجن ويقول بلي راهو كان يكتب له ما يعرفش يكتب وفي المقابل يجيبو هذا حبيب سويدية ويتحدث يقول بلي صار له مشكل مع هذا سيفاوي وكان هذا سيفاوي وش يدير هو في حبيب سويدية لو كان هو راه هو اللي كتب الكتاب وش يدير هذا سيفاوي في الموضوع هو راه اذا نسمع الاقوال نتاعو هو اللي كان يكتب هذا سيفاوي فيما بعد ما تفهمش هو وياه من خلال هذا الكلام وفيما بعد يجيبوا في الغلاف باللغه العربيه نتاع الكتاب نتاع الحرب القاذره ومن تحته في شخص هو اللي قام بترجمه هذا الكتاب وين راهو حبيب سويدية لهنا سمى بالفرنسيه سيفاوي هو اللي دارو وبالعربيه كاين واحد اللي ترجمه وين راهو حبيب سويدية هنا يا هل ترى هذا حياد هذا راهو توجيه توجيه قلب اللي راهو السيد هذا راه هو مش هو صاحب الكتاب توجيه للناس ايضا المداخلات هذه نتاع النوار كانت مباشره بعد المداخلات نتاع حبيب سويديه المتقطعه مره اخرى ايضا كان فيه حديث حول هذا وسمو الكتاب وكانوا جابوا هذا الجنرال مجاهد كان يتحدث على اساس انه يدافع على الجزائر وقال من انه تقويض نتاع الجزائر من طرف فرنسا وكذا في المقابل مباشره يجيبوا في هذا فرانسوا جاز يعني باش ياكدوا الفرضيه باللي راها فرنسا هي اللي وراء الموضوع هي اللي دعمته هي اللي كتبت له هي اللي راها وراء كل شيء وكانت علامات استفهام يطرح فيها النوار في التشكيك نتاع الكتاب هذا وفي التشكيك حول حبيب سويدية وتمنيت لو كانت عنده الشجاعة الكافية لو كان جا راجل لو كان جات عنده الشجاعة الكافية لو كان يخيره هو ذكره كينا كينا, كينا كتابات راها موجودة نتاع هذيك نتاع صحيفة اليوم وين انه يقول باللي راهو هو هذا حبيب سويدي سرق له الكتاب لو كان كانت عنده الشجاعة لو كان يزيد يقولها في هذا التسجيل حتى باش فيما بعد نعرفه نعرفه الحقيقة راك هنا في فرنسا ما راكش في في الجزائر كيما كنت راك هنا في فرنسا قلت على الصحيفة هذيك باللي انت هذا حبيب سويدي هو اللي دار الكتاب، لو كان كانت عندك الشجاعة زيد تكملها وتقولها على قناة الجزيرة وهكذا فيما بعد نشهدو احنا الحقيقة راك هنا في فرنسا إذن الناس اللي جاو هما يدافعوا على حبيب السويديه كانوا فرنسيين هذا فرانسوا جاز وهذا جون باتيست هذا الفوار تاع كانال بلس والناس اللي هما بين قوسين يدافعوا على الجزائر ويدافعوا على الجيش هما هذو الضباط وكان الطرف الغائب اللي المفترض هو انه يجيبوه كاينه أطراف اللي راه غايبه هذا الضحايا سيما هو أنه هذا الحديث حول الحرب القاذره ما راهوش يحكي على افغانستان ولا راهو يحكي على ناس مع انا هكذا راه عندكم فريق نتاع عمل موجود في الجزائر كيفاش تجيبوا ناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالموضوع وفي المقابل تغيبوا الضحايا هذا محي الدين عم ميمور وش علاقته بالموضوع كان وزير في تلك المرحله ومن بعد وش علاقته بالموضوع نتاع الحرب القاذره هذا نقولوا هذا الجنرال مجاهد قال عسكري وراه مذكور في الكتاب معليش قال هذا راه جاء على جلبش يدافع الله تاز تاعو يدافع على وجهه النظر تاعو وهذا محي الدين عمي مور وش علاقته بالموضوع كان المفترض هو انه تجيبوا اطراف اخرى قال ما سيدي كي انتم حياديين جيبوا ناس راه عندكم ناس اللي راهم موجودين في الجزائر جيبوا ضحايا يا سيدي اذا كان جيبوا ناس قال يطعنوا في حبيب سويدي جيبوا ناس من الضحايا نتاعو وجيبوا في المقابل الضحايا نتاع النظام اذا كان فعلا حبيتوا تخدموا هذا العمل هذا بشكل محترف وتقنعوا الراي العام بهذا الفيلم نتاعكم انا إذن في اعتقادي هذا الفيلم هذا مع الاسف الشديد ما جاوبش على الموضوع بالاضافة الى انه لو كان جا هذا الفيلم راهو مثلا في الفين واثنين 2003 الفين وثلاثة الفين قال ربما راهو جا بشكل بريء راه جا ذوك في 2016 والمعلومات المتوفرة عندي هو انه هذا الفيلم يعني تسجيل تاعو داروه على الاقل عنده واحد العشر شهر علاش خليته حتى هذا الوقت وين انه راه نزار متواجد في سويسرا حول آه تهمة اللي موجهة ليه بخصوص الجرائم نتاع الحرب ونشرت هذا الفيلم والمعروف من انه هذا حبيب سويدية نزار رفع دعوى ضده بالتهمة نتاع التشهير، إذا هذه المسألة هي ليست بريئة. ولو كان هذه يقول مثلا قناة الجزيرة راها قال مثلا راها دعم في هذا الخط نتاع المصالحة، لأنه الحديث هو كان متمحور حول بعض النقاط، من بينها المصالحة، كأنه هما راهم حابين يديروا المصالحة، وناس حبين يديروا الفتنة. لو كان درك هذه الجزيرة راها الدعم في هذا الخط نتاع المصالحة. قال مثلا في مصر قال في ليبيا قال في سوريا والله قال هذا حبيب سويدي راهو خارج الخط يلا نروح نهوزو عليه في فرنسا ونرجموه بالحجر ولكن هذا النوار هذا شوفوه واش راه قال على الجزيره على سوريا وعلى اليمن واش راهو في اليمن لكن لما يتعلق بالامر بالجزائر خاصه انه هو انه راهو كان ضابط وما عندوش حتى الشجاعة باش يذكر الرتبة نتاعو لأنه راه مطرود من الجيش وما ناش عارفين إلا كان خرجوه برتبة نتاع جندي ما عندوش حتى الشجاعة باش يذكر الرتبة نتاعو ويجي بطريقة غير مباشرة ولا طريقة مباشرة يطعن في حبيب السويدية ويسطر على هذه الجرائم اللي راهو قام بها النظام إذن المساله هي ليست بارئه خدمه النظام وش هي الرسائل اللي حبوا يوجهوها من خلال هذا الفيلم هذا لمن يا هل ترى عندهم جهه راهم يقصدوا فيها في الجيش يا هل ترى جو باش يتسطروا على مجموعه جو باش يخدموا مجموعه يا هل ترى هذا الفيلم هذا هم قدموه خدمه للجناح نتاع بوتفليقه على جال باش هو يزيد في عزل بعض الضباط السامين وباش يستمروا في الحكم والله يجيبوا واحد اللي هو يمثلهم ومن بعد يقصيو مجموعه من الضباط الاخرين بحجه التورط نتاعهم وكذا اسئله مطروحه حول هذا الفيلم هذا ماذا بنا على جلبش جاوبونا عليها اذن هذا هو الحديث باختصار حول الفيلم ردود الافعال هذه اللي حثت بعد النشر هذا الفيلم تدل من انه مازال الموضوع هذا نتاع الازمه لم يطوى بعد مازالت الكثير من الجراح لم تعالج بعد والناس اللي هما قاموا بالهجوم على حبيب سويديه لا شك من انهم متورطين في هذا الازمه للنخاع ويخافوا هو انه الشعب الجزائري يعرف الحقيقه لانه بمجرد هو انه يعرف الشعب الجزائري الحقيقه كثير من الاشياء راها راح تتغير كثير من الاقنعه راها راح تسقط والكثير من الناس اللي راكم تشوفوا فيهم ناس وطنيين وبل حتى اسلاميين وديمقراطيين وكذا تعرفوا الحقيقه نتاعهم فيما بعد راهم رايحين يسقطوا في اعين المواطن الجزائري وبالتالي هما من صالحهم على جل باش يبقى هذا الغموض من صالحهم على جل باش تبقى هذه مسألة نتاع اليد الخارجية ونتاع المؤامرات ونتاع كذا ويبقى هما مستمرين في الحلب نتاع المواطن إذا كاين الناس اللي راهم هما خذوا الثمن في هذا الفيلم هذا لأنه ما داروش قراتوي لسنا ندري يا ترى راهم كلهم خذوا الثمن وفي المقابل كاين الناس اللي راها دفعت الثمن اللي دفعوا الثمن هما ضحايا نتاع المأساة الوطنية سواء الناس اللي ماتوا أو الناس اللي هما تضروا من هذه المأساة وتضر الإقتل الأملاك نتاعهم وضرت أيضا الصحة نتاعهم كاين منهم الناس اللي راهم دركا فقدوا أعضاء من الجسم نتاعهم كاين الناس اللي راهم دوك مازالهم لاجئين في الخارج كاين الناس اللي تاثروا من خلال هذا الأزمة يعني بأشكال مختلفة كان اللي تأثر نفسيا كان اللي تأثر ماديا كل واحد وكيفاش تأثر من هذه المأساة في المقابل الناس دارت ثروات دارت تجارة بهذه المأساة سواء في الداخل ولا في الخارج والمواطن هو اللي يبقى دائما يدفع في الثمن إذن الإخوة والأخوات أتمنى هو أن راني أجبت على بعض الأسئلة وبطبيعة الحال راني وجهت بعض الرسائل من خلال بعض الأسئلة حتى باش ما يتمش التضليل نتاعكم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان نلتقي إن شاء الله في تسجيل واحد آخر إلى ذلك من هنا تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته